وللحديث حول الموضوع ينضم إلينا من أنطاكيا مدير العلاقات العامة في الوكالة السورية للإنقاذ سامر بركات. أهلا بك سيد سامر. بداية، أليس الأولى والأهم إنقاذ أرواح الأطفال قبل المطالبة بتوفير الدعم النفسي كما تطالب منظمة إنقاذ الطفولة؟ السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام. طبعا أكيد طبعا أكيد بالنتيجة ما حدا بيقبل اللي عم بيصير بالرقة. ألو، نعم أسمعك سيد سامر، ألو، أسمعك جيدا. هل أعيد لك السؤال؟ لو سمحتي لأنه الصوت راح. نعم، أليس الأولى والأهم إنقاذ أرواح الأطفال قبل المطالبة بتوفير الدعم النفسي كما تطالب منظمة إنقاذ الطفولة؟ أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. اللي بدي أقوله إنه لا نحن كسوريين ولا المجتمع الإنساني بالنتيجة كأي شخص عامل في المجال الإنساني بيقبل اللي عم بيصير بعموم سوريا بكل المناطق اللي هي سوريا الواحدة، ولا حتى بمحافظة الرقة اللي هو موضوع حديثنا. نعم عفوا، أنا ماني نعم أنا أسمعك جيدا. تمام. هيدي النقطة الأساسية اللي نحن كلياتنا المفروض إنه نكثف الجهود عليها بهذا في هذا السبيل. طبعا في النقطة الأولى والأساسية واللي هي لازم كل المجتمع الدولي بما فيهم الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في المجال الإنساني تسعى لإيقاف هذه المجزرة اللي المروعة اللي تعرض لها أهالي هذه المدينة، اللي حسب كل تقديرات الأمم المتحدة لا زال يقطن فيها ما بين 25 لل40 ألف نسمة، واللي عم بيقدر بيطلع خارج هذه المحافظة عم يطلع على الشتات إن صح التعبير، عم يطلع على المخيمات المقامة في الصحراء. وهذا الشوب اللي كلياتنا بنعرف قديش نحن في بيوتنا قاعدين هون قديش هو قاسي علينا، فما بالك على الناس اللي قاعدين هون في تحت الشمس. هيدي من نقطة. النقطة الثانية، نحن أكيد بنحط اللوم على كل المجتمع الدولي. نحن ما فينا نحكي عن جهة واحدة بس اللي هي تنظيم الدولة، نحن بدنا نحكي عن تنظيم الدولة، بدنا نحكي عن قوات سوريا الديمقراطية اللي هي مشاركة التحالف الدولي بالشيء اللي عم بيصير. مثل ما تفضلتوا بتقديم البرنامج، تقديم الفقرة تبعت هذا الموضوع، أكيد المنظمة الإنسانية اللي حكيت واللي أخذت شهادات هو جزء من الشيء الحقيقي الواقع في الرقة. يعني الشظايا والقصف اللي عم بيصير من التحالف الدولي عم بيشيل حارات بأكملها، قدرنا نقول هذا الحكي. المشاهد مروعة جدا في قلب مدينة الرقة. للأسف قبل ما نحكي نحن عن أي تدخل في المجال النفسي سواء للأطفال أو حتى للنساء والشيوخ الموجودين في هذه المدينة العريقة من مدن سوريا الحبيبة، لازم أكيد نحن نسعى لفتح ممرات آمنة. لازم قبل حتى الممرات الآمنة لازم نسعى نحن لإيقاف هذه الحرب. يا أخي، يا مجتمع دولي، يا ناس، يا عالم، هدول الناس الموجودين إن ما لهم دخل بتنظيم الدولة. هدول ناس سوريين، هدول ناس ما شاركوا، هن انفرض عليهم هذا الموضوع بالرقة، انفرض عليهم تنظيم الدولة مثل ما هلأ انفرض عليهم بدون ما حدا يستشيرهم أبدا، سواء من التحالف أو من قوات سوريا الديمقراطية. نعم الفكرة الأساسية فتح ممرات آمنة، وهذا المطلب الوحيد، وفيما بعد يتم العمل على الموضوع الإنساني، على الموضوع النفسي، على الموضوع الإغاثي، على أي موضوع آخر، نعم بس ولكن في البداية إيقاف نعم هذه أشكرك الهجمات جزيل الشكر. الفظيعة ومساعدة الناس على الخروج لمن يرغب، نعم وعدم تهجير الناس من أشكرك هذه جزيل المدينة الشكر. من إلا أنطاكيا، إن كانوا هم يريدون ذلك. نعم من أنطاكيا مدير العلاقات العامة في الوكالة السورية للإنقاذ سامر بركات، شكرا جزيلا لك.